حسب انا بتقلتي كويس يعني فحون يعني كويس يعني صار له مصر ماني شاء الله مانيا ان شاء الله سافر دبي. طلعنا ترتيبنا العام ثالث في ذوي الاحتياجات الخاصه ودي اول بطوله على مستوى الشرق الاوسط تتعمل ذوي الاحتياجات الخاصه وطلعنا ترتيبنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الكتل التدريب يعني والمعسكرات اللي احنا عملناها عاملين مركز ثالث عام اربع مدربين شغالين مع ست اولاد كمان بيبقى صعب شويه ان احنا كل واحد فينا تركيزه يعني بياخد طاقه فوق العاده شويه يعني مثلا ممكن الكتاب تاخد فتره كبيره عشان تقدر توصلها غير الولد السوي لما تقعد معاه تعلمها له في اسبوعين ثلاثه. حاجه مهمه جدا التكريم معنويا حتى ان احنا نحس ان احنا عملنا حاجه للبلد وان احنا بنحاول ان احنا نسعد الناس وان احنا مصر موجوده ومصر فيها شباب كويس وان احنا مهما كانت الاحداث صعبه او مهما كانت الظروف صعبه لا احنا قدها وبنعمل انجازات الحمد لله. طبعا انت بتبقى مستني بعد ما بتجيب الانجاز ده بتبقى مستني نوع من انواع التكريم والناس تشوف الانجاز اللي انت عملته. يعني احنا بره هقول لحضرتك احنا لما بنخش مثلا الصاله بتاعه البطوله لا ناس بتيجي تتصور معانا والناس عارفين قيمتنا بره وعارفين قد ايه ان احنا يعني احنا ابطال عالم. حزين طبعا يعني الحزن يعني ما يتوصفش يعني احنا كنا بنبقى جايين متوقعين ان احنا مش هنبقى زي الكوره بس احنا عايزين يعني اهتمام شويه بنبقى الموقف بالنسبه لنا بيبقى صعب ان احنا زي ما حضرتك شايف احنا نتائجنا كويسه جدا ودايما بنتحسن فيها فبنبقى محتاجين نشوف دوت نشوف تكريم من الناس قبل تكريم من اي حد تاني. بس عشان انا لعبت الكريتي جيمز ان شاء الله عليا عشان انا لعبت الناس كلها فرحان بيه قوي عشان انا العب اللي جوا اللي قدام بس بقول بس فرحان قوي الكريتي انا جبت اول عشان مصر كلها. ده انجاز اول مره يحصل في تاريخ مصر وطبعا احنا اثبتنا وجودنا على مستوى العالم ان احنا احسن فرقه بنات جت على مستوى العالم وعلى مستوى مصر كمان. طبعا احنا نكون متصنفين رقم واحد تحت يعني تحتينا فرنسا واليابان وتركيا اللي هم اصلا الدول اللي بتنافس معانا فده كان انجاز احنا كلنا اتبسطنا بيه. الانجاز ده ما حصلش قبل كده الحمد لله. احنا كل سنه بنعمل ريكورد احسن من اللي قبليه. اللي كان قبل كده كان في ميداليه واحده بس ذهب المره دي احنا راجعين بثلاثه فالحمد لله الكاراتيه في مصر من يعني من تقدم لتقدم اكبر. المره دي احنا كنا ترتيب عام اول اخذنا تاني عشان ميداليات الفضه والبرونز انما بالنسبه للذهب احنا ترتيب عام اول مع اليابان. الحمد لله يعني احنا كنا متوقعين ده وهو ده اللي احنا عايزينه. التقدير المعنوي اكتر من اي حاجه تانيه هو ده اللي بيفرق مع لعيبه وبيفرق مع اي حد رياضي. يعني جبنا اول جماعي الحمد لله وجبت خامس فالت عشان حصلت لي اصابه ان صباعي اتكسر يعني في الماتش. الحمد لله يعني ربنا كرمنا في البطوله بالنتائج كلها كان مجهود وتعب سنتين فاتوا كاملين مجلس اداره الاتحاد ومجهز فني وجهاز اداري وجهاز طبي واللاعبين ما حدش قصر يعني بس الحمد لله فرقت على ميداليه ان احنا كنا نجيب ترتيب عام اول الحمد لله فرقت على ميداليه بس ان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. دي بطوله العالم ال 22 للكبار للكاراتيه حضرها 117 دوله كان فيها عدد يقارب من 1500 لاعب ولاعبه قدموا من جميع القارات للمنافسه على ذهب وفضيات وبرونزيات هذه البطوله. الحقيقه احنا لاول مره ناخد معانا متحدي الاعاقه اخذنا خمس لاعبين ودي اول مره تقام البطوله وكان لازم برضو ان احنا نتحدى الزمن والوقت وان احنا نقدر نعمل حاجه. احنا تعادلنا مع اليابان في الذهب والفضه وهم كسبونا بالبرونز. احنا كنا بنقول لاولادنا احنا عايزين نجلب البسمه ونرجع منتصرين ورافعين علم مصر فوق كل الاعلام في هذا التوقيت. هذا مثال ان ممكن شباب مصر يجتمع بالامكانيات المتاحه علميا وفنيا وماديا وما الى ذلك عشان نصل الى القمه في كل المجالات. سعيد جدا منتخب الكاراتيه عمل نتيجه رائعه جدا كان بيلعب في المانيا وكان عنده منافسه كبيره جدا من اليابان ومن فرنسا ومن دول كثيره جدا الحقيقه لكن الكاراتيه المصري كاراتيه محترم جدا لعبه رياضيه متميزه جدا عندنا اكثر من مليون شاب وشابه بيمارسوا اللعبه منهم حوالي 400 واكثر من 400 الف مقيدين في الاتحاد وان شاء الله احنا ناويين ننشر اللعبه دي في كل اماكن محافظات وقرى مصر. كنا بنتكلم مع الاتحاد النهارده ان كل منطقه هنبعت لها ابسطه جديده وهنبعت لها مدربين جداد
عايزين نوصل ان احنا لو قدرنا يبقى عندنا خطه نوصل لواحد ونص مليون جنيه مليون لاعب قبل نهايه السنه الجايه يبقى حاجه عظيمه جدا. كل ما بتنشر هذه القاعده كل ما بيبقى عندك ابطال عالم كنك تطلع تاني عالم في الكاراتيه ان شاء الله. نتمنى باذن الله الكاراتيه دي لو بقت لعبه اولمبيه كمان ان شاء الله هيبقى عندنا نتائج متشابهه. احنا مش مهتمين غير بالالعاب الفرديه يعني احنا طول لقاءاتنا وكل يعني زياراتنا للالعاب الفرديه ويمكن اقل العاب الالعاب الشهيره هي اقل العاب بنهتم بيها. واحنا على طول ما بين العاب القوى وما بين الرمايه والخماسي الحديث والسباحه ده اهتمامنا كله ولقاءاتنا كلها مع هذه الاتحادات. في اهتمام من الوزاره ويمكن انا نفسي لاعب كاراتيه الاصلي يعني وبدات الموضوع ده يمكن كان في بطوله قبل البطوله ديت لكن بضيق الوقت والسفاره لبطوله العالم اجلنا لغايه لما يجوا من بطوله العالم الحاليه. زي ما حضرتك شايف احنا مش الموضوع اهتمام علشان الراي العام لا هو ده برنامجهم الطبيعي. الكاراتيه من الالعاب اللي مشرفه مصر ان اول عالم واحنا كمصر مش في كل الرياضات بنوصلنا في اول عالم حتى لو البطوله دي تاني عالم لان احنا بنفس اليابان مخترعه اللعبه يعني.